وأخيرا رح يجي الرجل المنتظر. ليش ما بيشوف واحد من أمريكا محل معايش؟ لأنه بده ياخد واحد من البلد. عجبك؟ معلم معلم، بدأت حركة خجولة يوم 15 من شهر مارس ببضع مئات في دمشق. خرجوا ملبين دعوة عبر الإنترنت تلتمس من ربيع الثورات العربية نصيبة. أسفة إني جيت بهالوقت المناسب، كنت حاسة إنه لازم حكيكي بشي. تحكي معي؟ معي أنا؟ أهل سمير اللي كانوا عم تلفنوا بدون يرجعوا، بس جايين منشان مريم مو منشانك. بتغرب؟ تعي تعرفي ماما؟ عم فكر بشي هديك المرة، أنا بعمري ما شفتك عم تبكي. معقول في مرة ما بتبكي أبداً؟